نحرق كيف ما اكثر من شطار العبيد اللي عايشين هنا. الواقع في تونس راه خايب برشا، السيستم تاعنا غلط خاطر فماش كونترول ما فماش رقاب. حاجه انت تستحقها اكثر من عبد، وعبد اخر خذاها والنيفو نتاعو اقل من النيفو نتاعك برشا. نحرق نخرج من تونس. علاش عجبتك انت السيتواسيون توا؟ بصراحه ما نرضى بالقليل اللي جينا الكثير. ما خممش كيفك. شنو تخمم؟ خمم باش نخرج كيف ما اكثر من شطار العبيد اللي عايشين لهنا. اسوبوا ما فماش خدمه. فما خدمه ما بلي باش تخدمك تلقى روحك اشتغلت معناها للريتم اللي انت تحب تخلط له فيه. انت شنو عندك باش كاليفي؟ شنو ما مكتسباتك وشنو ما لي كومبيتونس نتاعك؟ من بعد نحكيو على الخدمه. انا اتوديون مازلت نقرا قريب نكمل معناها. اتوديون فاش؟ اتوديون نقرا في ليزيت. ها؟ شنو عامل؟ عامل جيني الكتريك. ايه؟ فانا سنه تقرا. دوزيام. تقرا. وتبارك الله عليك بمستواك. عايشك. ومعناتها ماكش نامبورت كي خلينا نقولوا. وهكا تحكي تقولي نحرق. هذيك تنجم تقول نوع متاع تفادليك، اما بالحق معناها الواقع في تونس راه خايب برشا. يمكن ساعات نجمو نهربوا لتفادليك باش ننساو حاجات معينه وكهو. بالحق. ابار سا شنو تحب تغير؟ شنو نحب نغير؟ لا شنو باش نقول لك، الحاجات اللي نحب نغيرهم ديجا قاعد نخدم باش نغيرهم وكهو. قاعد نحب. شنو فما حاجات ما نجمش باش نجي نحكيهم سيرتو مازلت ما احكي لي نجمو نحكيهم. أنا قاعد كل يوم نحاول باش نزيد حاجة معناتها باش واحد يطلع وكا. كيفاش يتعدى نهارك؟ نهاري يتعدى. يقول لك باش تحس اللي أنت حققت حاجة نهارك يلزمو ما يتعداش باسيف. نهارك ماذا بيك كل يوم تحط ثلاثة حاجات باش تعملهم وتعملهم. شنو هما لي بلون تاعك ثلاثة حاجات؟ جينيرالمون. أقل حاجة ما نعرفش حتى. أبار أنك تقوم صباح تفطر فطور صباح. تطرق عائلة والعشاء وترقد وتتفرج تليفون. مثلا نجم مثلا عبدي عبي وقته بسبور. نجم نترين. نجم تعلم لونج جديد. تحكي انجلي وفرنسي؟ نحكي انجلي وفرنسي. تدخل في انا وياك في ديبا انجلي باش نعمل لك اختبار اللغات. هلو. هلو. هاو ار يو؟ فاين ثانكس. كان يو انتروديوس يور سيلف؟ اوكي. My name is Usama. I'm 23 years old. Yeah. I'm an. What are your plans for the future? Plans to leave this dead country. Illegal immigration. Okay. Mm-hmm. Hey, what else? So, can you talk about the situation of the teenagers and of young people in this country? Are you feeling happy being here? No, we live. No cursing, please. Just the life in Tunisia is very, very bad. Very bad. How? You can't do what you want. And what you want? What is your dreams? I want to be better. Better? Just. Then now, you mean? You tell me that you are a student. Yeah. In Izet. Mm-hmm. And you are already making a successful path. Like you're trying, right? So why giving up? No, I don't giving up. You don't give it up? Yeah. You don't give it up? You what? I try to be better. Just. Yes. Just what trying. Huh? I'm just trying to be better. You can be better in your country, actually. You can achieve your dreams if you want. Hard work always makes success, right? Maybe. Okay. And maybe not. Why? Because we are a poor country. You can make money, you know, if you want. You know. You can make money.
How? That doesn't neglect that we have so many successful people that are making something good in their life. Can I ask you a question? Yes, of Do course. Have money? Yes. How? At least enough to spend it in this day. Mm-hmm. I have my pocket money. I have something to buy. Mm-hmm. But this money are enough. Are enough for you? I can make more money if I work hard. If I work more. Maybe, but if I pursue and continue my dreams, I can be a bigger journalist. Yes, you can, but you will you'll spend a very long way in Tunisia. No. See? No. It depends. It depends with your branch, your path, your hard work, your determination. Maybe. I'd like to say thank you and be optimistic. Thank you. It's a very special conversation. Yeah. And you are... Good. No. But? No. What do you want to say? Tola bil-arabi. I'm going to go back to the Arabic. ليه بالحق معناها الكونفرساسيون تعدت محلاها معناها و نعرفش حسيت روحي خرجتك من المود جملة واحدة خرجني أنا؟ ليه أنا خرجت من المود كيفاش؟ نعرفش نسألك أنت كيفاش؟ أقنعتك معناها مش أقنعتني أنت الكلام اللي أنت كنت تحكي فيه لوجيك أما كلامي زاد أنا الحقيقة هذيك اللي كنت نقول لك فيه قبل حاجة أنت تستحقها أكثر من عبد وعبد آخر خذاها والنيفو نتاعو أقل من النيفو نتاعك برشا، هذه حاجة تصير كل يوم في تونس تصورها صارت معاك وصارت مع هو ومع ذيك ومع ذيك. ظلم لا وجود يا تتجاوز وتصنع حاجة ما أقوى يا ترضخ وتضعف. الظلم موجود خاطر السيستم تاعنا غلط خاطر فماش كونترول ما فماش رقابة. هذيك الحاجة اللي لازمنا بالحق نحكيوها في التلفز نحن خاطر مشكلتنا كي نجيو نحكيو نحكيو كان على حاجات جونغ هكا باش ياما باش نضحكوا العباد والا باش نحكيو على حقيقه ما بخوف زيد ما نجيوش نحطوا معناها الغلطه وين وعند شكون بالضبط الغلطه ليا عندي روحك تفكت بلاستيك في برشا حاجات فما حاجات مانيش نقوم توا نحكيوهم في التلفزه خاطر ما نعرفش برشا عباد باش يقول لك علاش انا شي يهمني في الحكايه ذي وما عنديش علاش انا زيد باش نحكيها اما ذيك الوضعيه في تونس بالحق وميم حتى ساعات تخلط حتى في بوان معينه تخلط تظلم وما تلقاش حتى شيء خاطر هذيك بلادنا وكا يعطيك الصحه وخليك ديما متفائل.